محمد، هيكون في حوار اكثر تفصيلا عن استعدادات الاهلي وفرصه ان شاء الله في الفوز والتغلب على هذه العقبه والصعود الى دور النصف النهائي في بطوله دوري ابطال افريقيا. مزيد من التحليل مع الاستاذ شادي نبيل، الناقد الرياضي بموقع كايرو ستاديوم الالكتروني. استاذ شادي، صباح الخير واهلا بيك، وكل سنه وحضرتك طيب. صباح الخير بحضرتك استاذ شهاب، وكل سنه وحضرتك طيب. طيب خلينا قبل ما نبتدي الحوار نتابع هذا التقرير أولا مشاهدينا الكرام، ثم نعود لنبدأ النقاش. في مباراة صعبة ومصيرية تتوجه أنظار محب الساحرة المستديرة وعشاق المارد الأحمر الليلة إلى الملعب الأولمبي بمدينة رادس التونسية لمتابعة لقاء النادي الأهلي والترجي التونسي في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا. لقاء صعب على صفيح ساخن بحسب وصف العديد من الخبراء، لكونه سيتحدد بناء على نتيجته الفريق المتأهل للمربع الذهبي في البطولة الأهم على مستوى القارة الإفريقية. المدير الفني للفريق حسام البدري أكد أن اللاعبين في حالة معنوية مرتفعة وجاهزون لمباراة رادس، معربا عن أمل في تحقيق النتيجة الإيجابية المرجوة لإسعاد جماهير الفريق. ورغم استحالة المهمة بحسب البعض لتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما في مباراة الذهاب التي أقيمت السبت الماضي باستاد برج العرب، لكن البعض يؤكد قدرة لاعبي الشياطين الحمر في تجاوز عقبة الترجي والعودة من تونس ببطاقة التأهل للمربع الذهبي. وفي نفس السياق يؤكد آخرون أن الفريق سبق وواجه مثل هذه الظروف كثيرا وتغلب عليها، مشيرين أن لاعبي الفريق لديهم من الخبرات ما يكفي للتعامل مع ظروف المباراة. في المقابل يرى بعض الخبراء أن المارد الأحمر وضع نفسه في موقف صعب وخيب آمال جماهيري في لقاء الذهاب، وأكدوا على ضرورة تحقيق اللاعبين الفوز بأي نتيجة أو تحقيق التعادل الإيجابي بأكثر من هدفين لضمان التأهل لدور الأربعة للبطولة الأهم داخل القارة السمراء. مزيد من التحليل والتعليق بنرحب مرة تانية بالأستاذ شادي نبيل. أستاذ شادي أهلا بيك مرة تانية. هنبتدي من إجماع أو شبه إجماع من الخبراء على أن مواجهة النهاردة للنادي الأهلي قدام الترجي هي مواجهة صعبة. ليه هناك شبه إجماع أو إجماع كلي على أن مواجهة النهاردة مواجهة صعبة بالنسبة للأهلي؟ دائما وابدا مواجهات الاهلي والترجي هي مواجهات صعبه. بدايه اللقاءات كانت او بدايه المباريات بين الاهلي والترجي منذ عام 1990 حتى عام 2017. بالفعل اللقاء هيبقى فيه صعوبه، واللي زود صعوبه اللقاء نتيجه مباراه الذهاب اللي انتهت 2-2، اللي انت تتعادل على ارضك بهدفين وانت رايح رادس ومحتاج اللي انت تفوز او تتعادل بنتيجة أكتر من هدفين عشان تتأهل الدور قبل النهائي، هو ده صعوبة اللقاء. صعوبة اللقاء دائما وأبدا إن الترجي فريق مش سهل على أرضه وفي رادس، والنادي الأهلي دائما ما يذهب إلى رادس وهو مأزم الموقف عليه. بس هو لما يروح رادس شفنا من حوالي 6-7 سنين استطاع ان هو يتغلب ويهزم ترجي في رادس وفي البطولة الأفريقية نفسها. بالفعل، بس مش كل مره هيبقى هو هو، وجيل 2012 غير جيل 2017. بس كابتن حسام البدري مع اختلاف الاجيال عنده من القوام الاساسي واللاعبين القادرين على تنفيذ مهمته، وكابتن حسام بيبدع في اللقاءات اللي فيها تنشنه او فيها اللي هو محتاج الفوز خارج ارضه. مباراة 2012 لسه في الذاكرة حتى الآن. بالفعل كابتن حسام البدري في وقتها كان المدير الفني واعتمد على تشكيلة كل الناس شافتها مفاجأة، اللي هو كان مقعد على الدكة أبو تريكة وبركات وعماد متعب. اليوم الوضع مختلف، اليوم حسام البدري لازم يبتدي الماتش بالتشكيل المثالي ليه عشان الأمور ما تتصعبش عليه، خاصة إن أنت فريق الترجي نسخة 2017 في الجزء الأمامي الاثنين هاف ديفندر بالرباعي الهجومي متألقين بشدة وخصم عنيد على ارضه. طيب المواجهه الصعبه دي حضرتك شايف ان ازاي كابتن حسام البدري ولاعيبي النادي الاهلي استعدوا ليها؟ الروشتة بتتمثل في ثلاث حاجات: التركيز، الهدوء، الفعاليه الهجوميه. التركيز اللي انت لازم من اول دقيقه لحد الدقيقه 90 لازم تبقى مركز، خاصه اللي انت لو متقدم بهدف وجي في جول في الدقيقه 90 كل اللي انت عملته طوال ال 90 دقيقه راح في الهواء، فلازم يبقى التركيز بشده. الهدوء طبعا الحكم الكاميروني وكل اللغط اللي اتقال عليه والعلاقه بينه وبين لعيب فرانكوم الكاميروني لاعب الترجي عمل بلبله
انا شايف ان هي ما كانش ليها اي لازمه، خاصه ان الحكم عمره ما هيضحي بمستقبله وتاريخه في سبيل اللي هو ابن بلده او واحد قريب. وتاني حاجه الضغط الجماهيري هيبقى عامل مساعد للترجي. لعيبه النادي الاهلي بخبراتهم لازم يتعاملوا مع الموضوع او مع الموقف بهدوء. الحاجه الثالثه التركيز الهجومي، ان الماتشات دي بتبقى متقفله جدا فهي بتيجي لقطه. كل هجمه انت توصل بيها لمنطقه 18 الترجي لازم يبقى فيه تركيز جامد جدا على انهاء الهجمه بهدف، خاصه ان النادي الاهلي وبادر بالتسجيل هيصعب المهمه جدا على فريق الترجي، وهيبقى الجماهير عامل ضغط عليهم مش على لعيبه النادي الاهلي. تمام. طيب شايف برضو استعداد الترجي ازاي، او هو قادر، او ابرز النجوم الخطرين اللي هيشكلوا خطوره على مرمى النادي الاهلي؟ طبعا زي ما اتفقنا الاثنين هاف ديفندر كوليبالي وفرجاني ساسي مع الرباعي الهجومي كوم وطه ياسين وطه ياسين الخنيسي المهاجم وانيس البدري وغيلان شعلال. في تغيرات في فريق الترجي، معز بن شريفيه حارس المرمى الاساسي للترجي مش هيلعب مباراه النهارده، هيكون بديل لعلي الجمل، ان معز بن شريفيه عمل عمليه جراحيه خلال الايام اللي فاتت فهيغيب عن الماتش. والحاجة التانية ان في علي المشاني ده المدافع احتمال يلعب مكان منتصر الطلبي اللي هو عمل البلانتي مع وليد ازارف. الرباعي الهجومي للترجي في برضه على الدكة فخر الدين بن يوسف. مشكلة الاهلي دايما هتبقى في الاتنين هاف ديفندر فرجاني ساسي وكوليبالي، اتنين لعيبة بيعرفوا يسلموا ويستلموا كويس جدا، بيلعبوا ضغط تحت الضغط كويس جدا، اخطائهم بسيطة في التمرير، فبالتالي لاعبي النادي الاهلي والكابتن حسام البدري عليه دور مهم جدا. انت تتوقع برضه، معلش المقاطعة استاذ شادي، تتوقع ان هو هيتعامل مع المهاجم الخطير طه ياسين ازاي، خصوصا ان هو احرز هدف الماتش اللي فات؟ طه ياسين الخنيسي برضه للعلم هو اللي كان احرز هدف تونس في مرمى مصر في اول مباريات تصفيات الكاميرون 2019، فبالتالي هو بيعرف يتعامل مع الدفاع المصري، خاصه الدفاع المصري وقتها كان علي جبر واحمد حجازي. والمشكله في طه ياسين الخنيسي تحركاته خلف الاثنين مدافعين قلب الدفاع، فبالتالي النهارده لازم رامي ربيعه وسعد سمير يكونوا في قمه تركيزهم و90 دقيقه من غير اي هفوه، ودي عشان تطلبها من المدافع بتتعمل، وهو الاثنين قادرين اللي هم يعملوها، بس مش محتاجين اي هفوات، خاصه ان انت الترجي والاهلي عندهم مشكله ما بين اللي انت تخترق ما بين قلبي الدفاع ورا الظهراء احمد فتحي علي معلول عليهم عامل كبير جدا في التغطيه الدفاعيه التغطيه العكسيه، لان فريق الترجي بيعتمد اللي هو بيجمع لعبه في منطقه ناحيه الشمال ويعمل كروس للي فاضي ناحيه اليمين او اللي بيقطع ورا احمد فتحي، ودي اللي حصلت في الجول الاولاني. احمد فتحي بهفوه وسوء تغطيه وسوء تمركز هو ده اللي ساعد طه ياسين الخنيسي اللي هو يحرز هدف. برضو احنا عايزين نقول ان فخر الدين بن يوسف من العوامل او اللعيبه القادرين على احداث الفارق لفريق الترجي، وانيس البدري، وفي سعد بكير. فريق الترجي فريق مش سهل في الجزء الامامي، الجزء الخلفي الرباعي الخلفي خليل شمام منتصر الطلبي او علي الشماني اللي هيلعب النهارده وشمس الدين الزوادي وايهاب مباركي، هم دولت اللي هيبقوا نقط ضعف فريق الترجي دول. تتوقع ان شاء الله الاهلي هيكون له حظ ان هو يستغل نقاط الضعف دي ويحرز هدف مبكر؟ الهدف المبكر عشان برضه نكون، خصوصا ان في من الجانب الاخر المدرب مدرب الترجي قال ان هو هيحاول فريق الترجي ان هو يحرز هدف مبكر لاحباط لاعبين النادي الاهلي او لاعب الاهلي. دايما انت وانت بتلعب على ارضك وسط جمهورك الحماس والحمة البداية لازم تستغلها، وده اللي حصل في ماتش القاهرة في ماتش اسكندرية برج العرب الماتش الذهاب. النادي الأهلي ربع ساعة زي ما الكتاب بيقول وزي ما كابتن حسام البدري كان عايز، بتضغط كويس جدا في نص الملعب، ماسك الكورة، بتلعب ورا الظهراء وخاصة خليل شمام الظهير الأيسر. لو كان وليد سليمان بدأ الماتش كان هيبقى الوضع أحسن، أحمد الشيخ ضيع جول، جبت بنالتي. هو النقطة اللي فريق الترجي هيحاول يعمل عليك الضغط من اول المباراه، اول ربع ساعه مهمه جدا للنادي الاهلي ما يخشش فيه الجول، تقدر تمسك نص الملعب كويس جدا، تمتص الحماس، تمتص الحماس الجماهيري بالظبط. كل ما الوقت بيعدي انت الوضع خطر ليك زي ما اتفقنا طوال 90 دقيقه صح، بس كل ما الوقت بيعدي هو بيتعمل عليهم ضغط اللي هو في ارضه فعايز يجيب جول ويكسب ويهمدك. لو انت نجحت في اول ربع ساعه، طبعا يا حبذا لو انت في اول ربع ساعه مع الضغط اللي هيعمله فريق الترجي تعمل هجمه مرتده تجيب جول، هيبقى طبعا وضع سير المباراه هيتغير تماما. لكن لو عديت اول ربع ساعه هتقدر تتعامل مع المباراه، خاصه المباريات اللي هي زي دي بتتعامل او احسن ليها التعامل على فترات. طيب اللي انت
برضو تتوقع هل ممكن الترجي يلعب على انه هو كده كده داخل المباراة طبعا مرتاح، والتعادل السلبي او حتى الايجابي 1-1 يؤهله الى الدور النص النهائي، فهل تتوقع برضو يعني مش هيكون تحت ضغط عصبي شديد زي الاهلي؟ طبعا طبعا، بس الضغط العصبي هيبقى من الجماهير اللي عايزة الترجي يفوز على الاهلي، الثقة زيادة تكاد تصل الى حد الغرور بعض، هي دي النقطه اللي بيلعب عليها جميع مدربي الاهلي في العصور وفي المباريات السابقه. بيتعادلوا معانا في القاهره. انا عايز اقول لحضرتك المره الوحيده اللي رحنا واحنا عايزين تاهل من تونس كنا كسبانين في القاهره 2-1، ورحنا هناك اتغلبنا سنه 2010 بالجول الشهير بتاع انرابو، دي المره الوحيده اللي انت كنت طالع من هنا كسبان. فبالتالي هم لما بيبقوا متعادلين بيبقى عندهم ثقه زياده تكاد تصل للغرور، احنا هنكسب الاهلي باي نتيجه وفي اي وقت. انت لازم تستغل، هو ممكن ما يلعبش اللي هو فاتح الملعب وبس، هيلعب لعبه الطبيعي وهيحاول يضغط اللي هو الطبيعي، انت فريق جاي على ارضه هتبقى منكمش شويه فهو لازم هيضغط عليه. طيب تتوقع التشكيله اللي هينزل بها كابتن حسام البدري المباراه، وهل في لعيبه معينه هيعتمد عليهم في مراكز بعينها؟ طبعا التشكيل هيختلف في بعض المراكز عن تشكيل مباراه الذهاب، لا خلاف على شريف اكرامي وكل الدعم ليه النهارده في تخطي الازمه اللي عملها بنفسه زي مثلا 2012، ان شاء الله هيبقى شريف اكرامي ناحيه اليمين. هل تتوقع ان الضغط النفسي اللي كان عليه الايام اللي فاتت ده هيؤثر على اداؤه في الملعب، ولا ان شاء الله هيكون تجاوزها واستطاع الجهاز الفني اخراجه من الضغط النفسي اللي كان فيه؟ هو مش الجهاز الفني حاول اخراجه بعد ما الحكم صفر، الجماهير بحضورها للمختار التتش والتشجيع والدعم الكامل على جميع وسائل السوشيال ميديا وفي التمرين والنداء على شريف اكرامي خاصه، تخطى الازمه شريف اكرامي، الدور دلوقتي عليه، كل الناس سندته، الوضع دلوقتي والموقف في ايد شريف اكرامي. الرباعي الخلفي ما فيهوش خلاف، علي معلول، سعد، ربيعه، احمد فتحي، ثنائي وسط الملعب هيبقى حسام عاشور وعمرو السوليه. في كلام ان احنا شايفين دلوقتي على الشاشه المباراه اللي كان في كسب فيها الاهلي بهدف محمد ابو تريكه بعد ما كانوا ده ماتش الاهلي والصفاقسي طبعا 2006. هي دي الماتشات مانويل غوزيه اتعامل مع المباراه على فترات وكان مجهز ومحافظ اللعيبه سيناريو المباراه من اول ما يروحوا، ودي شهاده جميع لاعبي النادي الاهلي بتقولها، اول ربع ساعه نعمل كذا بالتغيير بالتوقيت، فهي دي انت هتجهز اللعيبه نفسيا ومؤهلهم نفسيا والماتش في دماغك قبل ما بيتلعب. نكمل التشكيل، في كلام في خلال الايام اللي فاتت ان هشام محمد كان كابتن حسام البدري معتمد عليه في التدريبات بشكل كبير، ما اعتقدش اللي هو هيجاذب بيه في الاول، بس هيبقى ورقه على الدكه تستخدمها. الثلاثي اللي امام وسط الملعب او الخلف راس الحربة، وليد سليمان هيحل محل احمد الشيخ، مؤمن هيحل مكان اجاييه، وعبد الله السعيد وهيبقى قدام وليد ازار. الاهلي هيبقى هو يدفع بعبد الله السعيد في خط وسط مهاجم بدل من صالح جم. هو صالح هيبقى برضو كابتن حسام البدري عنده ثقه كامله في عبد الله السعيد ايا كان مستواه. عبد الله يقدر يصنع لك الفارق. مش هنتكلم دلوقتي على اللي انت بتعتمد عليه وهو حالته عامله ازاي، ده مش وقتها. بس التشكيل مش هيبقى فيه، خاصه الماتشات دي بتبقى محتاجه الخبرات. عبد الله ممكن يظهر لك في ماتش زي حسام غالي 2012. حسام غالي في ماتش العوده 2012 ده ماتش العمر لحسام غالي. وليد طبعا هيحل محل احمد الشيخ، ومؤمن كلام كتير جدا اللي هو هيبقى مكان اجاييه. هل يا ترى اجاييه هيلعب مهاجم مكان ازارو؟ اتمنى ان كابتن حسام البدري يستغل الدفعه المعنويه اللي عند وليد ازارو والحماس اللي هو بيبديه من بعد الماتش اللي هو نفسه يسجل في رادس، ووعد جميع اللاعبين بالتسجيل في رادس، ووليد ازارو مهاجم سريع خاصه اللي هيبقى فيه مساحات عكس المباراه الاولى وهيقدر يستغلها ان شاء الله ويعمل الفينش. من الاول ولا يبتدي بيه ممكن في جزء ثاني من المباراه؟ لا هيبتدي بيه في الاول، لان وليد ازارو هيعرف يعمل لك الضغط، انت لازم تضغط على دفاع الترجي عشان ما يسلمش نص الملعب، لان احنا الضغط على الدفاع هيغلطه، هتعرف تاخد الكره بسرعه، هتعرف تعمل جاب بين خط الدفاع وخط الوسط اللي هو احد اهم خطوط نادي الترجي. فبالتالي اعتقد ان وليد ازارو هيبتدي المباراه. مؤمن بيعرف يعمل الضغط كويس، وليد بيعمل الضغط كويس جدا، بس حذاري من نقطه مهمه جدا، التحكيم زي ما قلنا احنا هيبقى عليه كنترول، وكابتن شطه اكد ان الحكم هيبقى في متابعه ليه جدا، واي غلط كابتن شطه رئيس اللجنه الفنيه بالاتحاد الافريقي واي غلطه هيتحاسب عليها بشكل كبير. فبالتالي الحكم هيبقى
ليه طبعا في محاوله لتجاوز الاخطاء بقياده الطاقم التحكيم السنغالي اللي كان في المباراه السابقه. بالظبط، بس انت ما تدوش فرصه. احمد فتحي خاصه، وليد سليمان تركيز وهدوء، فاولات ما نعملش فاولات حوالين ال 18 بصوره كبيره على قد ما نقدر، لان هو خطوره نادي الترجي في الكره العرضيه، لان اي منتخب مصر اهلي زمالك جميع انديه الدوري المصري عندها مشكله في التمركز في وقت الكرات العرضيه، فبالتالي اتمنى ان ما نعملش فاولات، اتمنى ما ناخدش انذارات، نحافظ على هدوءنا. ممكن صفاره تطلع. على ذكر نحافظ على هدوءنا، هل تتوقع ان لعيبه الترجي برضو يحاولوا استفزاز او يعني خصوصا هم عارفين لعيبه الاهلي هيكونوا تحت ضغط ويوترون في المباراه؟ طبعا ده مدرسه يعني مدرسه شمال افريقيا. الاهلي انت شايف برضو على ضوء مبارياته في السنوات الاخيره بيستطيع ان هو يتغلب او يتعامل مع هذه الاستفزازات او هذه بيستطيع جدا. لكن بص اقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. الارقام والاحصاءات والمواسم السابقه وكل اللقاءات السابقه بتبقى احنا بنقعد نتكلم كده في الاستديوهات. ال 90 دقيقه بتبتدي اول ما الحكم بيصفر، حاله لاعبين، ظروف الماتش، الحكم، فكل ده بيختلف. لعيبه الاهلي بالخبرات بتاعتها قادره اللي هي تتعامل مع المباراه بشكل كويس جدا وبشكل جدي وبهدوء. بس ممكن يعني واحد يخش عليك يديك كوره، انت في وقتها ممكن في ماتش عادي تتقبلها وتتعامل معاها عادي، صحيح. وفي ماتش تتعصب فبالتالي تاخد انذار او تاخد طرد. فهو ده بس الحاجه الوحيده اللي اتمنى ان لاعبي النادي الاهلي جميعا ياخدوا حذرهم فيها، لان الحكم هيحكم كويس هيبقى، بس انت ما تساعدوش اللي هو بقى لازم يديك انذار ويديك طرد. تمام. في كلمه بتحب توجهها الى الملايين من جماهير النادي الاهلي وجماهير الكره المصريه لمباراه النهارده؟ عنوان الكلمة دي المستحيل ليس أهلاوي. زي ما جماهير النادي الأهلي بتؤمن دائما، جماهير النادي الأهلي الدعم ما بيبقاش من تاني يوم، الدعم بيبقى من أول صفارة نهاية المباراة الذهاب. في أي وقت النادي الأهلي احتاج جماهيره واحتاج دعمها، الجماهير ما خيبتش ظن النادي الأهلي. فبالتالي لعيبة النادي الأهلي الموضوع ده بيبقوا عايزين يردوا الجميل للجماهير. أتوقع إن شاء الله النهاردة هيبقى الماتش ماتش كويس للنادي الاهلي. هيقدروا يعملوا لي نتيجه المباراه 2-1 ان شاء الله للنادي الاهلي. النادي الاهلي ان شاء الله ان شاء الله كده ويصعد للدور يا رب. خاصه النادي الاهلي احتمال كبير جدا في الدور قبل النهائي يبقى في مواجهه تونسيه، لان الاهلي هيلعب في الدور قبل النهائي ان شاء الله في حاله العوده، في حاله التاهل هيلاعب الكسبان من اهلي طرابلس والنجم الساحلي، وبنسبه كبيره هيبقى النجم الساحلي ان شاء الله. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي مره ثانيه. استاذ شادي نبيل الناقد الرياضي بموقع كايرو ستاديوم الالكتروني، شرفتنا وكل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب ومتشكر جدا لحضرتك. شكرا. مشاهدينا الكرام، فقرات هذا الصباح لسه مستمره معاكم بعد الفاصل. موجز لاهم واخر الانباء مع الزميل محمد عاطف.